فوز مطمئن، مريح، مطلوب، طبيعي، متوقع، سميه زي ما تسميه. لكن الحقيقة أنا ببص لماتشات الأهلي في الوقت الحالي مش بس يعني فكرة المكسب، ومش بس فكرة أنك أنت تضمن التأهل لدور المجموعات، لأنه ده الطبيعي وده المنطقي. الحقيقة في فارق إمكانيات كبيرة جدا، لكن أنا عيني أكتر كمان على بداية الموسم، أكتر على المحطات اللي الأهلي بعدها هيبدأ في الدخول في. من وجهة نظري دول أصعب بطولتين أو أصعب لقبين الأهلي ينافس عليهم السنة دي، ودول تحديدا يبدأ فيهم المشوار بعد الأربع ماتشات اللي احنا هنلعبهم، أو التلات ماتشات اللي فاضلين، بما الماتش الرابع كان امبارح. عندك ماتش سان جورج، عندك ماتش العودة سان جورج، عندك إمبي قبل نهاية كأس مصر، وعندك ماتش الإسماعيلي في الدوري. دول المحك أو التجارب الحقيقية اللي من خلالها مفترض أنك أنت توصل لأعلى مستوياتك عشان تبدأ المنافسة على الأفرو ليج أو دوري السوبر الأفريقي، ومن بعده على طول المنافسة الأصعب والأقوى وهي بطولة كأس العالم. فبالتالي أربع محطات دول تقييمنا فيهم مش مرتبط بس بالنتيجة، لكن كمان مرتبط بمستوى الأداء والشغل اللي بيعمله مستر مارسيل كولر مع الفريق في المباريات دي. وهبدأ مع ضيفي النهاردة حمادة الشناوي، محلل الكرة العالمية اللي بيشرفني في السادسة، كلام ورؤية لمباراة امبارح تحديدا، ونحاول نشوف ايه اللي قدمه الاهلي بشكل جديد. حمادة مساء الخير واهلا وسهلا بك. مساء الخير يا احمد، وطبعا كالعادة ان انا مبسوط ان انا موجود معاك النهاردة، بتبسط دايما منور الدنيا. منور الدنيا. طيب يعني خليني اخد منك تقييم عام امبارح اجمالا. يعني انت عارف ان الجماهير كل ماتش بتقعد قدام الشاشة مستنية الاهلي، بتبقى مستنية يعني بيك شو، يعني شو كبير. لكن انا قلت حتى في اول حلقه مش كل ماتشات الاهلي الموسم ده هننتظر فيها النتيجه مع المتعه في الاداء، وارد جدا يبقى في مباريات لعب فيها تجاري تحقق الغرض بابسط مجهود ممكن عشان تقدر تتعامل مع موسم، وده بالتاكيد في دماغ مستر مارسيل كولر. لكن اجمالا كده تقييم عام لاداء الاهلي امبارح. هو تقييم عام لماتش امبارح، هو الماتش كان كويس، كان في المتناول. خلينا برضو نتكلم بمنتهى الشفافيه والامانه، يعني هي الفريق مش هو الفريق القوي اللي يخلي الاهلي مثلا يتخض او يخاف، لكن هو الماتش كان في المتناول، كان ماتش سهل جدا. يعني التقييم العام هي مباراه ممكن تبقى رسميه وديه، رسميه وديه، وديه رسميه حاجه كده بالظبط. يعني هو رسميه وديه، والاهلي امبارح كان شكله فيها كويس جدا وكان بيعمل كل حاجه في الكوره، ولكن كان بيجي لحد منطقه معينه وكان ما كانش فيه تركيز. يعني الاهلي كان بيصنع فرص كتير جدا امبارح، صنع فرص ما لهاش عدد وضاعت، يعني لسوء توفيق سميها، عدم تركيز سميها، حاجات كتير بتظهر او كانت ظهرت في الماتش بتاع امبارح، يمكن هنستعرض بيها بالحالات بعد كده. الحاجة التانية زي ما انت قلت كده يا احمد، فكرة الاداء عموما او مش انا مستني النتيجة من ماتش زي سان جورج، هنا النتيجة هي مضمونة، ولكن في حاجة اهم بكتير من النتيجة في الماتشات اللي زي دي والماتش اللي جاي كمان، هو الشكل العام بتاع الفرقة والى اي مدى بيتطور. الاهلي بدأ الموسم او بدأ الماتش بالسوبر الاداء ما كانش افضل حاجة، ماتش المصري الاداء كان كويس، لا بس الفرقة برضو محتاجة ان هي تلعب ماتشات كتير بطابع رسمي. بطابع رسمي مظبوط. وكمان التلاتة بتوع نص الملعب إمام وديانج ومروان عطية أكتر ناس أو أكتر تلاتة موجودين في الفرقة أو أكتر مركز عموما محتاجين يلعبوا مع بعض ماتشات كتير عشان بلغة الكرة كده يفهموا بعض، يفهموا بعض، يتجانسوا مع بعض. لأن كانت حصلت مشكلة أو مشكلة فنية في ماتش السوبر، هو أن التلاتة ما كانوش فاهمين بعض، فكان دايما في جاب كبيرة قوي ما بين خط النص وخط الظهر، كان ممكن نتعرض لمشاكل كتير ونستقبل أهداف، بخلاف إن احنا طبعا خسرنا الماتش، بس كان بسبب عدم التجانس الموجود ما بين ديانج وإمام ومروان عطية. ويمكن برضه شايف إنه الثلاثة دول هيكونوا الثلاثة الأساسيين في الموسم ده. يعني طبعا ما فيش شك إنه الخط النص الأهلي عامر بالأسماء وبالنجوم، ما تقدرش تنكر إنه قفشة، وقفشة بالذات أنا يعني الحقيقة كرة الأهلي لما قفشة بيبقى في الملعب بتبقى إلى حد ما فيها حتة المتعة، فيها حتة التيكي تاك، وجود مجدي ونزوله نص الملعب وتحركاته، وواحد من أذكى اللعيبة اللي بتعرف تتحرك دايما للزميل عشان لزميله يقرب عشان يخلق مساحة للاستلام. بحس إنه قفشة السولية بخبراته الكبيرة جدا أكيد هيكون ليه دور كبير. ندفد إن شاء الله بعد العودة من الإصابة ورقة مهمة جدا 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 في خط نص النادي الأهلي. لكن هل بتشوف إنه الثلاثي كوكا طبعا صاعد واعد، يعني مش عايز اقلل او انسى حد، لكن هل شايف انه رهان كولر السنه دي بشكل اساسي هيكون امام ديانج مروان عطيه؟ انا اعتقد ان ده اللي هيمشي طول الموسم، او هم دول انسب ثلاثه واكثر ثلاثه هيلعبوا مع بعض خاصه في الماتشات الرسميه، واكثر ثلاثه هيبداوا مع بعض، وده لاسباب طبعا واضحه للجميع. اولا القوه الفنيه، العامل البدني
صغر السن، القيمه الفنيه اللي بيمتلكها، فكره التوازن ما بين الهجوم والدفاع. لما تتكلم على امام عاشور قوه فنيه هجوميه مرعبه، ومع خليني ذلك اسالك، انا العب كده لعبه تبديل وترافيق، هو الاهلي ما يلعبش في بعض الماتشات مثلا يعني قدرات الاهلي الهجوميه والدفاعيه ما تسمحش الاهلي مثلا انه يلعب ديانج وقصاده امام وقفشه؟ يعني مش كل ماتشات الاهلي يلعبها على نفس المستوى القوة، أو المنافس اللي هيكون بيواجهك على نفس المستوى. ماتش زي امبارح ده ما نشوفش مثلا ممكن قفشة على حساب مروان أو قفشة على حساب ديانج مثلا؟ هو ماتش امبارح زي ما بدأت، هو كان ماتش مش باصص للنتيجة ولا باصص للماتش نفسه، على قد ما باصص للشكل العام اللي هيكمل مع الأهلي طول السيزون. يعني هو الفكره كلها من ان هو يبدا بالثلاثه، لان فعلا الثلاثه دول هم اللي هيكملوا معاه بقيه السيزون، فهم محتاجين يلعبوا ماتشات عشان يتجانسوا. مش ان انا مثلا بجرب، لا هو مش بيجرب، هو هيثبت الثلاثه دول عشان يتجانسوا مع بعض. انما الفكره اللي انت بتقول عليها ان هو ممكن يلعب بديانج ويخلي مثلا اثنين بطابع هجومي جدا مع قدرات او مع متطلبات دفاعيه، هنلعب 4-1-4-1 صريحه، والراجل كان بيطبقها السنه اللي فاتت، وكان دايما بينزل ديانج وكان بيخلي اللي قفشه وحمدي فتحي يخش يكمل كمهاجم تاني، كان بيعملها على طول السنه اللي فاتت، واعتقد السنه دي برضو هتكمل. وهي مش خطه فيها تطرف، لان مارسيل كولر هو الكل بيدافع او الكل بيهاجم مع كل واحد اللي بيبقى ليه مهام معينه. يعني خد بالك حماده، انت بتتكلم على فريق واحد شخصيته، اثنين قدراته هجوميه اكثر منها دفاعيه. يعني انت لما تيجي تبص للفريق لسكواد الاهلي وتشوف التقل الاكبر فين، هتلاقيه في النواحي الهجوميه. لما تعدد الاوراق الهجوميه اللي عندك في مقابل الاوراق الدفاعيه، هتلاقي انه التقل كله جاي في الجزء الهجومي. طيب لما تيجي تتكلم على شخصيه الاهلي طول عمره باستثناء بس مرحله بيتشو موسيماني، كان بيكسب وكان بيجيب القاب وبطولات، لكن ما كانتش شخصيه، ما كانش طريقه او شخصيه النادي الاهلي. بتيجي تتكلم على جمهور عايز يشوف الاهلي بيهاجم 90 دقيقه كسبان 3-4 ومكمل هجومه وعايز يجيب الخمسه والست. طيب هو بص، يعني احنا ممكن نستعرض حالات محمد هاني لانها خاصه بالجزئيه اللي انت بتتكلم فيها على فكره التطرف الهجومي. تمام. الفكره ان التمانيات بتاعتي دايما بتكمل بتزيد بتساهم في الهجوم كانه بالظبط كانه جناح. حالات محمد هاني ونرجع بماتش السوبر، هبدا بيها يعني ممكن نوقف الحالات بس هتكلم على ماتش السوبر. طيب. كان في نوع من انواع التطرف اللي انت بتقول عليه، الفرقه كلها بتهاجم. قبل ما نكمل حالات بس، حماده هيرجع لنا لا انا هتكلم على حاجه في ماتش السوبر، ان زي ما قلت لك في بدايه الحلقه كان في جاب كبيره ما بين خط النص وخط الدفاع. ده كان بسببها ان اليو ديانج وكان امام عاشور دايما مكملين. ديانج كان دايما بيخش يكمل في ال 18، وامام بدور اللاعب الحريف الموجود في نص الملعب فكان دايما بيستحوذ على الكوره، فكنت بتبقى محتاج حد يكفر. فمروان عطيه احيانا كانت بتاخده الهجمه وسياق الهجمه يخليه يكمل يخش مع اللعيبه، فبالتالي خط النص بتاعك بيبقى فاضي. فكان الحل بيبقى ايه؟ الحل ان دايما الباك العكسي الهجمه يخش الملعب كانه ارتكاز. ده حل مشاكل كتير، وكان سبب ان الاهلي يسجل وكان يصنع فرص في الماتش ده وماتش المصري. يعني هنبدا بالحالات واوضح لك ازاي محمد هاني بيتمركز واوضح لك تمركزات اللعيبه. خش معانا على الحالات بتاع محمد هاني. ده الشكل بتاع النادي الاهلي، تشوف هاني واقف فين، حسين الشحات ضمهم لجوه، امام عاشور في قلب الملعب، علي معلول عامل استريتش للملعب، فالاهلي عامل استريتش. محمد هاني ساب مكانه كوينج وبدا يخش لنص الملعب بمجرد ما الكره راحت عند طرف ال 18 من هناك. تخش على الحاله اللي بعدها، كمل محمد هاني. بص لاحظ ان هو بيرجع مش بيتقدم. ليه بقى؟ لان الكره متطرفه في الناحيه اللي هناك، فهو بيعمل نوع من انواع الكفر الدفاعي. كمل بالحاله، كمل بالصور، ثابت مكانه، هو مش بيتحرك، هو لازم يكون واقف في الحته دي عشان هو مروان جنبه يكون عاملين امان دفاعي وحاجه اسمها الرقابه الوقائيه. بمعنى وانا بهاجم انا بعمل نوع من انواع التوازن الدفاعي عشان ما اتضربش بالهجمات المرتده. لان طبعا اي فريق بيتطرف هجوميا بالشكل ده بيتعرض لمشاكل فنيه خاصه بالتحولات. دي اكتر لقطه بتوضح قد ايه ان الفكره دي منعت من النادي الاهلي مشكله كبيره. واحده من كانت مميزات كولر السنه اللي فاتت قدرته على المناوره اللي بتلخبط شويه وبتربك شويه حسابات الفريق المنافس دفاعيا. فكره اللعيبه اللي تبقى طايره في النادي الاهلي سواء الجناح اليمين او الجناح الشمال او راس الحربه، ازاي ممكن يتحركوا ويعملوا خداع استراتيجي، يقدروا ينزلوا او يتكتلوا في جبهه واحده فيخلقوا مساحات للقادمون من الخلف
فيزيد الباكات او يزيد حد من نص الملعب يقدر يجد المساحه او الكوره. ده خلي بالك هيبان في الحالات بتاع امام واليو ديانج في ماتش امبارح. في ماتش امبارح ظهر كويس قوي. بس ممكن ترجع بس لحظه محمد هاني كان بيرفع العرضيه. بالظبط محمد هاني هنا باك رايت عادي جدا طبيعي جدا بيعمل عرضيه مكمل معانا هيحصل كبير. المدافع هيطلع الكوره هيشتت. بص بقى مين اللي واقف هنا. ده مروان عطيه راح يضغط عشان ياخد الكوره الثانيه ولكن هيتضرب بباصه. بص محمد هاني راجع برده مكانه عشان يرجع يقف في الحته اللي احنا متفقين عليها ان هو يكفر الكفر اللي بيغطي اللي هو مروان عطيه. كمل بالحاله اللي بعدها. نروح للحاله اللي بعدها بالظبط. هتلاقي محمد هاني قطع الكوره بانترسبشن عظيم سلمها لرامو ربيعه. ولكن الموقف هنا الفكره كلها ان محمد هاني منع هجمه مرتده من نص ملعب المنافس لنص الملعب بتاعنا 2-2. يعني لولا محمد هاني عمل التاكل ده او الانترسبشن ده وسلمها لرامو ربيعه كان المهاجم اللي عليه اللايت الاصفر ده كان هيروح في موقف 2-2 على محمد عبد المنعم ورامو ربيعه. طبعا دي كانت هتبقى مشكله. رامي ربيعه كمل بالكوره وراح وعمل عرضيه ولكن راحت على المرمى كانت هتبقى شكل خطوره. اللي كانت مرفوعه بس ضلت طريقها للمرمى. ده حقيقه وكانت رايحه على الجون يعني لو هي قلشت منه شويه كانت دخلت الجون بالظبط. تعال بقى الماتش المصري شوف الفكره هي ناجحه دفاعيا ومنعت من عن الاهلي فرص كتير. برضه شفت اللقطه دي وهجوميا فرقت مع النادي الاهلي فكره ان محمد هاني يكون موجود في قلب الملعب عشان يكون لينك ما بين بس الدور ده هاني بس ما بشوفش معلول يعني بيتحرك في الحته دي كده. التوظيف ده لهاني بس لان هاني مش مطالب بتطرف هجومي اكتر من معلول. من علي معلول لان معلول يعني انت مدي مساحه لعلي معلول يزيد شويه ومش مطالب منه او مقلل له الادوار الدفاعيه ومتقل الحته دي او مدي الدور ده لمحمد هاني. ده حقيقي. ده البالانس ده لازم يحصل في اي فرقه. مفيش فرقه في العالم بتهاجم بنفس القوه من الطرفين. ده في الكوره عدم توازن. سيتي بيعمل كده بس ده استثناء في الكوره يعني. فهنا الكوره يعني لو نرجع بالصوره تشوف تمركز محمد هاني خد الكوره من نص الملعب عشان يعمل الكفر فجات له الكوره سلمها لبيرسي تاو فقدر ان هو يعمل اسيست في الماتش المصري. فالفكره دي منعت اولا هجمات مرتده كتير على النادي الاهلي في ماتش امبارح كمان ساهمت مع الاهلي في اسيست في ماتش المصري. فاذا مارسيل كولر حتى في خلال الثلاث ماتشات دول عد الفكره كانت موجوده او مشكله. فهنا التطور مع الفرقه بيجي واحده واحده ومن خلال ثلاث ماتشات مشكله كانت موجوده قدر مارسيل كولر يتحل المشكله دي. تمام. طيب الحاجات اللي فكت طلاسم المباراه امبارح او اللمحات اللي شفتها من مارسيل كولر امبارح في مباراه سان جورج تقول انه زي ما اتفقنا انها محطه في محطات انه كيرف بتاع الاهلي طالع او ان كره الاهلي تتحسن مع بدايه الموسم. ما عندناش شك في مارسيل كولر وما عندناش شك في السكواد لكن خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه حتى رغم الماتش الكبير اللي لعبناه على المصري ومكسب عريض 4-0 امبارح بتفوز برضو بنتيجه الى حد كبير جدا طبيعيه ومتوقعه 3-0 لكن ما تقدرش تقول انه كيرف الاهلي وصل للمستوى اللي فنش بيه الاهلي الموسم اللي فات. لا هو الاهلي لسه وده طبيعي ومنطقي انا ده طبيعي ومنطقي بس اكيد في شغل بيحصل تقول انه لا الفرقه ماتش عن ماتش في فرق او الكيرف بتاعنا يعني طالع لفوق. لا هو الاهلي فعلا لسه ما جابش البيك فورم بتاعه يعني البيك عموما كفرقه لسه ما جابهاش وده طبيعي يعني حتى واحنا تلعب ثلاث ماتشات بس ثلاث ماتشات بس حتى الان ولسه في بدايه سيزون طيب. لسه راجع خليني في الجزئيه دي عشان برضو هيكون معانا فيها حالات بس هتسمح لي عشان نخش في تفاصيلها ونتكلم فيها اكتر خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. طبعا ده يعني زي اللي متابعنا من اول الحلقه عارف ان النهارده مستر كولر قرر انه يبقى فيه زي تراي ماتش كده فدي لقطات من ده طبعا على الهواء مباشره من داخل النادي الاهلي من ملعب مختار التتش. ده حسين الشحات ده ابنه تايم في الملعب معاه. حسين امبارح الحقيقه قدم جيم كبير جدا يعني
استمرارا الحقيقه للموسم الرائع اللي فنش بيه مع الاهلي السنه اللي فاتت. اعتقد ان حسين امبارح هدف الاول عالمي، يعني من اهداف حسين، في اهداف لحسين كده لا تنسى، لعيب كبير مفيش شك الحقيقه. نتمنى ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه السنه دي ويحافظ على مستواه، والاهم من المستوى الثبات فيه، وهو قدها ان شاء الله. مودست شفناه من شويه، زعلوك من شويه، لعيبه الاهلي كلها اللي ما لعبتش او ما خدتش ماتش امبارح هتشارك في مباراه النهارده ان شاء الله، استعدادا لمباراه سان جورج اللي هتتلعب يوم الجمعه اللي جاي. كنت بكلم مع حماده قبل الفصل في النقاط اللي هو شافها في ماتش امبارح تحديدا سان جورج، او يعني ابتداء من بدايه الموسم وصولا لمحطه سان جورج امبارح، فيها معالم شغل كولر مع الاهلي السنه دي، ايه اللي هو ثابت عليه من السنه اللي فاتت، ايه اللي اتغير السنه دي. هوصل معاه لنقطه، او كن يعني قبل الفصل عطيتكم بنتكلم في المعالم التطور ده، ويمكن انت وقفت معايا او اتكلمت معايا في حالات الضغط، واحده من الحاجات اللي شفتها واضحه جدا في ماتش امبارح حماده. بالظبط، يعني يمكن من الحاجات اللي اتكررت الماتش اللي فات او في الثلاث ماتشات عموما، يعني هو ضغط الاهلي الشرس في التلت اللي قدام. يمكن ده شفناه، ويمكن اكتر حاجه بتصنع فرص للنادي الاهلي اخر فتره او اخر ثلاث ماتشات هي فكره الضغط المتقدم بشكل عالي من قدام. خلق فرص كتير جدا، خلق فرص واضحه وصريحه، حتى في ماتش المصري في ثلاث اربع فرص اشبه بالانفرادات نتيجه الضغط اللي انت بتتكلم عليه ده. ده حقيقي، وهي دي الميزه دايما اللي بتاخدها من فريق شرس بيضغط من قدام. يمكن ليفربول مثلا اشهر الفرق على العالم اللي كانت بتضغط من قدام، وكان دايما يورج كلوب بيقول ان افضل صانع لعب في العالم هو الضغط المتقدم او الضغط العالي، وده بالفعل بيتكرر مع النادي الاهلي. ديانج بيتهيألي كمان دوره واضح جدا في الجزئيه دي حماده. ديانج هو الاهلي دايما بيضغط بشكل 4 4 2 فلات، واضحه جدا. ديانج هو اللي بيطلع يكمل بيضغط، لان لما كان بيلعب مودست مش اللاعب النشيط قوي اللي عنده القدر ان يجري ورا حامل الكوره يمين وشمال. حتى كمان كهربا مش ما فيش مهاجم في العالم يقدر يجري مع اللعيبه خاصه السرد باكات والحارس المرمى، لان انت كان في مساحات مجهود بدني واسعه جدا، فهيضيع المخزون البدني في ان هو بالظبط. فدايما بتضغط بشكل 4 2 اللي هو ال 4 2 دول دايما بيبقى الثمانيه اللي كان بيعملها حمدي فتحي السنه اللي فاتت وعلي ديانج بيعملها السنه دي، وكانت واضحه قوي في الماتش اللي فات. يمكن لما نستعرض الحالات هوضح لك. تحب نبدا بالحالات؟ نبدا بالحالات طبعا. يلا نشوف حالات الضغط في ماتش امبارح. بالظبط، ماتش سان جورج ده شكل حالاته. الاهلي دايما بيضغط بشكل قدام، بيعمل مان تو مان على كل اللعيبه او كل الحلول المتاحه لحامل الكوره. بص على يعني لو نرجع مثلا بالصوره اللي ورا، بص شكل الاهلي عامل ازاي، شوف بيرسي تاو واقف فين، شوف امام واقف فين، حسين واقف فين، كهربا واقف ما بين اتنين فمانع يعتبر حلين تمرير. مانع حلين تمرير. كمل بالصوره اللي بعدها تلاقي ان السيرد باك هو ما عندوش حلول غير ان هو يلعب في العمق، رجعها استخلصها كهرباء، هتخش بالسرعه اللي بعدها هتلاقي النادي الاهلي كسب هنا فرصة. كهرباء قطع الكوره، كهرباء قطع الكوره، لعبها لحسين الشحات، حسين الشحات جات له فرصه تسديد. فهي دي الفكره، ان انت قطعت الكوره اللي حسين استلمها. استلم فرق معايا، الاستلام فرق معايا، فرق معاه جدا، فما عرفش طبعا يتحكم في الكوره، وكانت مشكله. نرجع بقى هنا نقف على الحته دي عشان هنتكلم على ان ازاي اللعيبه وهي في الملعب ازاي بتقدر تساعد بعضها وتشغل بعضها ويدوا تعليمات لبعض. ده امام عاشور اللي لسه جاي النادي الاهلي ما كملش فتره، بيكلم مروان عطيه بيقول له خلي بالك انت مع الجناح اللي نازل لعمق الملعب عشان يستلم من السيرد باك ناحيه اليمين، وانا هركز مع السيرد باك او لاعب نص الملعب. كملوا الصوره بقى، دي كوره مع السيرد باك، امام واقف هنا، السيرد باك شوف ايه الحلول اللي متاحه قدامه ان هو يمرر لها. معدومه، هو هنا مجبر ان هو يلعب كره طوليه، لونج بول، مجبر ان هو يلعب كره طوليه، ما عندوش اي حل تاني غير كده، ما فيش حل تاني، لان امام قافل عليه، ولكن هو اللاعب كان عايز يلعبها مع اللاعب اللي مع اليو ديانج في المساحه الواسعه دي. ولكن امام كان اذكى منه وقدر ان هو يعمل انترسبشن للكوره، وقدر ان هو يستخلص الكوره في مكان حلو قوي، وبرده صنع فرصه لزميله، ولكن كهربا ضيعها. كمل بالصوره اللي بعدها تشوف ان امام قدر ان هو يستخلص الكوره بشكل كويس قوي، بشكل ينم على قد ايه ان امام عاشور لاعب ذكي وعنده قدره على التوقع وقراءه اللعب. لعبها طبعا الكهرباء، ولكن خدها كهربا بشماله، خدها بشماله، ما عرفش يسيطر عليها كويس قوي. دي حاله خش على الحاله بعدها. في سنه استعجال جدا، يعني في احساس انه المهاجم عايز يجيب جون بسرعه. لو في شويه هدوء بشوف انه يعني ثلاث اربع فرص من اللي ضاعوا امبارح كانوا جوه الشبكه. انت شايف شكل الفرص عامل ازاي؟ يعني انت بتستخلص الكوره يعتبر في حلق المرمى. طيب مش عارف ليه الاستعجال، يعني مباراه خاليه من الضغوط، انت عارف يعني
برضو انا ساعات اوقات كتير جدا بيبقى في ماتشات هي اوريدي الماتش متكهرب، يعني ماتش الهلال مثلا السوداني في القاهره السنه اللي فاتت كان متكهرب، الماتش ده كهربا جاب فيه جون مستحيل مستحيل، يعني جون يتدرس في كل فنون الكره، ازاي يستقبل وازاي يصلح وازاي ركن وشاط كره فيها تابلو، رغم انه الماتش ده في منتهى الصعوبه ومنتهى الاهميه. في ماتشات تانية ماتشات سهله بتهالي انه اللعيبه وهي داخله الملعب خش متع نفسك ومتع الجمهور، مفيش حاجه، مفيش تنشنه، مفيش ضغط، مفيش اي حاجه، ده بيتهيالي بيخلي اللعيبه في الملعب مرتاحه اكتر، ورغم كده برضو بحس انه في استعجال وفي تنشنه. من وجهه نظري اكتر واحد طبعا كان واضح قوي ان هو مش مركز هو كان كهربا، يعني كهربا اتيح لي اكتر من فرصه لكن لم يحسن التعامل معاهم وضيع فرص صعبه جدا بصراحه. ولكن انا تفسيري للحاله بتاع كهربا هي وجود مودست. هو الاهلي دلوقتي بقى عنده سكواد كامل شامل، كل مركز بقى فيه لاعب واثنين سوبر، في لعيبه تاخد ده تحدي وتشتغل على نفسها، في لعيبه تبقى مركزه ان هي عايزه تعمل اي حاجه، وفي لعيبه برضو احيانا الطبع النفسي بيغلبها ويبقى عايز ان هو يثبت نفسه فبيتسرع. فدايما لو في مثلا عشان اجيب جول محتاج ان انا اعمل 3 4 خطوات، فدايما لا انا عايز اجري الخطوه الخامسه عشان اجيب جول، المهم عندي ان انا اجيب جول. فده كان واضح من تصرفات محمود كهربا انه كان بيتصرف بشكل في تسرع شويه، في تسرع هو مكان، يعني كهربا في وضعه الطبيعي في حالته الطبيعيه الثلاث اربع فرص اللي جات له جول كلهم اجوال، لانه كهربا اصلا بيتميز بالحته الفينش، الفينش ان هو وجود جوه 18 لعيب بلغه الكوره كده السنس بتاعه عالي، السنس بتاعه عالي جدا جدا كمان، يعني سنس رجليه على الجول يعرف من كل حته في المنطقه وبيمينه وشماله يعني ازاي يخلص الكره دي في الشبكه. لكن هو امبارح كان واضح عليه جدا ان هو ما كانش مركز، وده يمكن حالات الضغط، ودي كانت اللقطه برضو الاشهر بتاع الشوط الثاني. الشوط الثاني برضو الكره كل لعيب مع لعيب محدش سايب حد في حاله، يعني لو نمشي بشكل اسرع هيكون افضل، هتلاقي بيرس تاو بيضغط من قدام ومحمد هاني برضو بيضغط ونص الملعب كل واحد ماسك محدش سايب اي خيار تمرير لاي حد، فبالتالي بتجبر اللعيبه ان هم يرتكبوا اخطاء. هنا مفيش غير لاعب واحد بس في نص الملعب وحسين مروان عطيه قاري اللعب، هنا اللاعب عمل نوع من انواع محفزات الضغط، محفز الضغط ده اللي هو اللاعب استلم بشكل مش كويس، فده دافع ان انا اروح اضغط عليه. بالفعل مروان عطيه استخلص الكوره ولعبها لامام، وامام لعبها قصدي حسين، ولعبها حسين بشكل كويس قوي لمحمود كهربا وجال له الفرصه دي، ولكن برضه راحت بشكل غريب جدا. ده كان شكل الضغط بتاع النادي الاهلي من قدام، وكم الفرص اللي نتجها النادي الاهلي من فكره الضغط، ان انا ازاي اقفل المساحات، اقفل كل خيارات التمرير اللي موجوده قدامي. من الحاجات برضه اللي اثرت في النتيجه امبارح برضه يا احمد فكره المناوره، زي ما انت كنت بتقول في بدايه الحلقه، المناوره واللا مركزيه، وازاي اللعيبه بتتحرك وازاي بيخلقوا المساحه لنفسهم، وازاي كانت مؤثره في ان النادي الاهلي سجل الهدف الاول. ده شغل المدير الفني. هنا احنا بنسيب اللعيبه وامكانيات اللعيبه جوه الملعب ونتكلم على دور مدير فني في ازاي يحرك او يوظف قطع الشطرنج اللي موجوده جوه الملعب عشان يسيطر على المباراه. ده حقيقه، يعني لما الموضوع اتكرر في جبهتين اعتقد ان هو ده مش نابع من ارتجاليه من اللعيبه على قد ما هو شغل متحفظ متكرر في كل الماتشات، في الماتش نفسه بيتكرر اكتر من مره، بتخلق منه فرص وكمان بتوصل لنهايه الماتش وبتسجل من فكره المناوره وازاي اللعيبه بتتحرك وبتخلق لنفسها مساحه. لما نخش على الحالات هيوضح لك قد ايه ان اليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد هاني عاملين جبهه قويه جدا هجوميا، برضو الناحيه الثانيه علي معلول وحسين الشحات وامام عاملين جبهه قويه جدا، مع ان كهربا دايما بيلنك بلغه الكوره كده مع الجبهه اليمين والجبهه الشمال بشكل كويس جدا. فلما ندخل على الحالات هوضح لك ازاي ده بيور ده، يعني ده شغل المدير الفني، ودي البصمات اللي تفرق مدير فني او تفرق اسم عن اسم تاني في الكوتشنج. بقى احنا دخلنا على فكره ان والقصه دي هي اكتر قصه بتحتاج وقت وتحتاج شغل وتحتاج مذاكره وتحتاج تقييم لامكانيات اللعيبه اللي معاك، وتحتاج انك انت بقى تحفظ وتكرر مره واثنين وثلاثه لغايه لما ده يتعمل زي ما برشلونه مع بيب مثلا او السيتي مع بيب دلوقتي بيعملوا ده بشكل تلقائي. هي الاسماء اتغيرت واسم الفريق اتغير، لكن الكوره هي هي شغل مدير فني. نشوف مع بعض الحالات يعني دي اول هجمه، ده المثلث اللي دايما موجود في الجبهه اليمين، بيرسي تاو، اليو ديانج، محمد هاني، خاصه لما يكونوا طالعين بالكوره من تحت. اليو ديانج واقف في قلب ملعب دوره عادي جدا كمركز 8، بيرسي تاو كجناح عادي جدا مفيش اي هنا. لما ندخل على الفريم اللي بعده هتشوف ان اللعيبه بتروح الصوره اللي بعدها بشكل اسرع، هيكون
افضل لينا. اه نروح بسرعه. محمد هاني بيسلم اليو ديانج، اليو ديانج بيسلم بيرسيتاو، بيرسيتاو بيشد الباك، فبالتالي الباك اتفتحت في ظهره مساحه، فمين راح يستلم؟ اليو ديانج راح يستلم. اليو ديانج راحت لاليو ديانج، كان في فرصه ان هو يعمل عرضيه، وكان يفضل ان هو يستنى، ويستنى مين؟ يستنى بيرسيتاو. فده الشكل هنا. تمام. برضو نفس الشكل، علي معلول، امام عاشور، حسين الشحات عاملين مثلث برضو بيسلموا بعض. حسين الشحات دخل بيسلم امام عاشور، امام عاشور هيستنى ومش هيبصيله. لاحظ ان الشكل ده هو نفس اللقطه بتاع الهدف بالظبط، مع ان الفرق بس ان امام قرر ان هو يقطم لبره تاني. أيوه. عشان يستغل تحرك بيرسيتاو ويلعب له عرضيه اوت سوينج او ان سوينج اللي جوه. لما تكمل برضو بالحلال، لاحظ بس التحركات وازاي اللعيبه بتتحرك. هنا رامي ربيعه مع الكوره، مين بص مين نازله؟ ده محمد هاني. شوف بيرسيتاو فين، شوف اليو ديانج فين. فكره المناوره، اليو ديانج راح يستغل برضو المساحه اللي فتحها بيرسيتاو بسبب ان هو سحب الباك. أيه. فراح يستغلها، هيريحها لبيرسيتاو. بالمناسبه الهجمه دي كانت هتروح لبيرسيتاو، على فكره هي مش اوف سايد من الاول، ولكن الحكم رايح حسبها اوف سايد. احنا طبعا عشان يعني ما فيش وقت ننبح صوتنا. لا، التحكيم في افريقيا بعافي. امبارح في كوره بتاعت مروان عطيه فاول ليه واضح وصريح، واقل حاجه فيها انذار للراجل، حسبها فاول على النادي الاهلي. يعني دي كوره يعني شديده الوضوح، على فكره دي ريد كارد عموما يعني، وممكن جدا لو في فار يقول له تعالى خد دي له بطاقه كارت احمر. بالظبط. يعني ده في تصنيف الفيفا كارت او يعني اسمها بيقولوا عليها ايه، دخول زي باستهتار ممكن يعرض المنافس لاصابه خطيره جدا، وبالتالي عقوبتها كارت احمر. ده حقيقة. تهور تهور تهور, تهور. معلش مش استهتار، تهور. دي 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 تكمله برضو لفكره اليو ديانج ان هو ازاي بيخش يكمل، واللقطه دي هتفكرك بحمدي فتحي لما كان بيخش يكمل. ده امام عاشور على فكره اللي بيلعب الكوره لقلب الملعب او جوه 18، اليو ديانج بيريحها، ولكن الكوره ما قدرش يسيطر عليها حسين الشحات. دي لقطه الهدف. ايوه لقطه الهدف. بص، حسين الشحات هو اللي واقف كانه مركز 8، وامام عاشور هو اللي كان هو الوينج، جناح شمال. هنا امام استلمها ولكن هيريحها لحسين. أيوة. انا اللقطه اللي عملها حسين دي طبعا لقطه جماليه ابداعيه، ما ينفعش ان احنا نعديها كده وخلاص. صحيح. لقطه حلوه جدا، هو بتاع اللقطات جدا جدا لما الجزالة بتبقى رايقه يطلع لك يعني شغل 10 على 10. ده نتج عن الهدف الاول. هنا فكره المدير الفني، شوف خلقت كام فرصه، خلقت كام موقف كويس كويس للعيبه، كانت ساهمت بهدف. هنا شغل المدير الفني دايما بيبقى محتاج شغل كده، ان انت تدور عليه وتشوف الخطوط اللي رسمها المدير الفني للعيبه بتاعته. صحيح. وبتفرق معاه. طيب انت برضو واحده من الحاجات اللي عايزين نقف معاها الضربات الثابته، اللي يمكن كانت في اوقات كتير جدا مهمه وكانت حاسمه. يعني خلينا نقول مثلا انه اهم بطوله انت حققتها السنه اللي فاتت بطوله افريقيا، حسم البطوله دي كان الضربات الثابته فيها ليه دور كبير جدا، واهمهم طبعا الركنيه اللي لعبها معلول لعبد المنعم عشان يخلص بيها الاهلي البطوله. فشايف الضربات الثابته ازاي، وعايز نبص على حالات ايه في ماتش امبارح؟ والضربات الثابته طبعا من الحاجات اللي كانت ملفته ليا بالنسبه لي، رغم في سان جورج، ماتش سان جورج رغم ان احنا ما سجلناش منها، ولكن لفت نظري ان في شغل لمدير فني. أيوه. وهنا لما بنيجي نتكلم على شغل المدير الفني، مش شرط ان هو يترجم لهدف، او مش شرط يكون مؤثر في النتيجه، على قد ما هو شغل مدير فني بيعمله وبيحفظه للعيبه، والتنفيذ في الاول والاخر بيرجع للعيبه ومدى تمكنهم من اتقان التعليمات اللي بتجيلهم من المدير الفني. انا قلت لك بعد الهوا، يعني كنت بقول لك ان في اربع حالات او اربع افكار اتعملوا في خلال 60 دقيقه بس، فده بالنسبه لي رقم كبير. لما اربع افكار مختلفه والاربعه يجي عند لقطه معينه اربعه شبه بعض، باترن واحد، ولا كل واحده ليها؟ هو شورت كورنر بس، هو شورت كورنر بس بيبقى فيه اختلاف في بعض الحاجات اللي بتخلي. احنا جبنا جوال مع جوزيه بالشورت كورنر ده، يعني انت لو وريتك الفرص اللي خلقناها من الشورت كورنر، يعني كوبي بيست يعني فاهم. فاكر انا جوزيه كان شاطر جدا في حته الشورت كورنر، يعني انا وريتك الفرص اللي خلقناها من خلال الشورت كورنر، تعرف قد ايه ان الفعل الافكار. طب يلا لو شوف حالات الضربات الثابته. يلا ده دي كانت الشوط الثاني، بس انا حابب ان انا ابدا بيها بشكل اسرع. هتبان هنا امام عاشور هيلعبها ثاني، يرجعها لعلي معلول. علي معلول هيعمل 1 2 خد وهات مع حسين الشحات، هيوصل للنقطه دي، هيلعبها لرامي ربيعه على راسه بالظبط، هو طالع لوحده. بص كام لاعب واقف لوحده.
الخمس لعيبه لو توقف الصوره دي هي الناتج الفني من فكره الشورت كورنر واللي بيعمله مارسيل كولر. وقف هنا الفكره كلها ان انت بتعمل نوع من انواع الخلخله في خط الدفاع في الدفاع في الضربات الثابته، لان لو انت لعبت الكوره بشكل مباشر كضربه ثابته اللعيبه بتبقى متمركزه وكل لاعب ماسك لاعب، فاللعيبه بتحس بنوع من انواع الخنق الدفاعيه اللي بتحصل من المنافس. فانا عشان اخلخل والعب على عدم التنظيم اللي بيحصل في الكام ثانيه دول العب الشورت كورنر، اعمل لهم نوع من انواع اللي هو ايه حاجه مش متوقعه، مش انا مش عارف المنافس هيعمل ايه، هلعبها بشكل مباشر بشكل غير مباشر، طب مين اللي هيرفع كورنر، طب هو هيشوط على طول. وده اللي هيحصل لو نرجع بالكره اللي ورا، تلاقي ان رامي ربيعه وكل لعيبه النادي الاهلي واقفين لوحدهم، عندهم حريه التصرف ان يعملوا اي حاجه، ولكن رامي ربيعه بس ناخد في الاعتبار حاجه برضو، خبرات سان جورج ما ينفعش تقيس عليها، يعني تمركزاتهم طلعاتهم وقفتهم، فريق في الاول والاخر سهل انك انت تطبق عليه اي فكره بالظبط كده. يعني سهل انك انت، ولكن هي في الاول والاخر هي افكار، ولما تتقنها قصاد فرقه زي دي ممكن لما تصعب هتتقنها برضو، ولما تطلع لليفل احسن كل ما ما هي دي الفكره في بدايه السيزون. وعلى فكره مارسيل كولر بدا بالتشكيل الاساسي زي ما قلت لك بسبب الحته دي الاتقان، هو عايز الفرقه بتاعته توصل للبيك فورم. كمل نكمل الحاله اللي بعد عايز تكمل كمل في بعد دي كمل يعني. كمل زي ما انت كده بشكل سريع اتوضح لك الفرصه، ودي كانت الفرصه اللي راحت لمحمد عبد المنعم في جوه الستة يارد، خلقها بشكل كويس جدا، خد وهات. ده علي معلول هيلعبها على حسين الشحات، علي معلول هيقطع لجوه ال 18، هنا راحت له بس طويله شويه، طويله جدا ما قدرش يسيطر عليها. بس تخيل لو الكره جت لعلي معلول قدام الست يارده بالشكل ده، انفراد بالمرمى. فده الخطوره اللي كانت متوقعه ان هي تحصل من حاجه زي جمله متحفظه بالظبط. دي كانت لعبت بشكل ستريت لحسين الشحات، كان عايز يلعبها له على قصه 18، ولكن حسين ما استلمهاش بشكل مناسب. يعني دي كانت كوره كانت واضحه، كان في نقاش حصل ما بين علي معلول ومروان عطيه، الحكم كان وقف اللعب، فعلي معلول جاي من 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 اخر الدنيا فبيقول له سيبني العبها، فراح لا قال له لا انا سيبني العبها انا، فهو اتلعبت بشكل ده كهرباء اللي جاي بعد كده بيرجعها مره ثانيه، بيسندها بيريحها بيرجع لمروان بيكمل. هي دي كانت اللقطه بتاع محمد عبد المنعم، فعلي معلول وكهربا وحسين الشحات هم اللي كانوا بيشتغلوا. ده مروان عطيه هو هنا المفروض مروان المتوقع ان هو يعمل عرضيه للخمس لعيبه اللي واقفين عند القائم البعيد، كلهم واقفين لوحدهم في اي عرضيه تتلعب هناك، وبرده في ان علي معلول وحسين الشحات واقفين على قوس الستة ياردة في موقع خطر. دي الكرة اللي حطها منعم دي ناتجة دي ناتجة من شغل المدير الفني، فده شغل المدير الفني في الضربات الثابتة. الكرة دي كانت عايز طبعا يعني يشكر عبد المنعم الموجود في الحته دي، بس الكره دي عايزه سنس اكتر منها قوه. يعني دي لو كانت مع مهاجم اكيد كانت جون، بس احنا بنتكلم هنا على النتائج. خد بالك عبد المنعم مهاجم، انا ما بعتبرش عبد المنعم لاعب مهاجم، يعني مش بقول ان هو عنده قدرات مهاجم، عبد المنعم لاعب فتره جوه الصندوق، فهو المنطقه والاحساس مش غريب عليه، طلوعه حتى في الكرات العاليه تحس انه ستايله مهاجم مش يعني هو طبعا مدافع مهم جدا، لكن في النهايه لو فيها سنس اكتر منها قوه او فيها تمركز افضل شويه كانت الكره دي جول بالظبط. فتخيل اربع فرص قدرت ان انت تخلقهم من ضربات ثابته، ده ناتج عن شغل مدير فني، حتى لو الشغل ده ما تترجمش لاهداف، ولكن هو يظل في النهايه شغل مدير فني. ولو اتكرر ولو المدير الفني اشتغل عليه في التمرين هينتج منه اهداف بشكل اكبر. طيب يعني امام لاعب امكانياته كبيره جدا، وكله شاف انه اضافه طبعا لسكواد الاهلي، عنده مساحه كبيره جدا للتطور، لانه الشغل في الاهلي غير في اي حته تانية. عنده مساحه كبيره كمان انه يكتسب خبرات وانه يحتك احتكاكات ما كانش ممكن يعني يتعرض ليها في اي نادي تاني، فبالتالي رهان كبير جدا عليه الموسم ده. شايف ايه في امام عاشور مع الاهلي في ثلاث ماتشات ووصولا لمحطه سان جورج امبارح؟ هو امام خلينا نكون متفقين هو اعلى ثمانيه موجود في مصر واشمل ثمانيه موجود في مصر. كلمه شموليه هي ما بتتقالش اعتباطا، ولكن هي بيتحط لها اعتبارات. ايه اللي بيقدر يقدمه امام للفرقه؟ لسه بدري على اعلى دي؟ لا هو بكل امانه لا يعني مش مع الاهلي بس حاجة، هو بس من قبل الاهلي امام كان لاعب عالي جدا. خد بالك انه تقييمي للاعب وهو توب فورم غير لما اجي اقيمه دلوقتي، لانه يعني
احنا ممكن نتكلم على اساطير كتير جدا يا حماده جم الاهلي وهم لعيبه كويسه. يعني وائل جمعه مثلا لما جه الاهلي كان لعيب كويس، لكن فنش في الاهلي ازاي؟ عصام الحضري جه الاهلي وهو جول كيبر كويس وما كانش نمره واحد ساعتها، حتى لما جه كان جاي من دمياط على ما اتذكر يعني، بس يعني فنش مشواره، واحد من اهم الاسماء لحرس مرمى النادي الاهلي. تريكا جاي الاهلي ما حدش يعرف يعني، مع كامل الاحترام يعني، حدش جه 26 سنه تقريبا، 26 سنه كان بيلعب في السنه كوره، شوف قد ايه ما حدش في مصر يحس بيه. لكن تريكا اللي جه الاهلي مش هو تريكا اللي فنش في الاهلي، بكلم كوره بس يعني، بكلم ملعب بس. فهي قصه انك ممكن تبقى امكان، لكن مش ده امام يعني. خليني اقول هو لطيف وظريف وعامل اسيستين في ماتش المصري بورسعيدي عالميين، انا اشدت بيهم واتكلمت عليهم قلت عليهم شاعر، لكن لسه قوي بدري عقبال ما امام يجي، لسه شويه يعني. هو خلينا ولا جه خلاص من وجهه نظرك؟ لا هو لسه ما جابش البيك فورم بتاعه. أيوة. ولكن اللي قدمه ده شيء يعني مش متوقع بصراحه، وغير قابل للتوقع، احسن من التوقع. انا كنت فاكر يعني امام هياخد وقت اكبر من كده، هياخد وقت اطول من كده. أيوة. لانه لاعب جاي في ضغوط، جاي من الزمالك، جاي يعتبر لا جاي من ميتلاند او جاي من ميتلاند او لاعب زمالك. أيوة. فحصل تجربه احتراف بالظبط، تجربه احتراف. فكان الموضوع ما كانش سهل على اي لاعب، خاصه لما يكون مرتبط بنادي جماهيري اخر يعني. فكنت متوقع ان امام عشان يدخل في الفرقه هيبقى محتاج وقت. طب ليه ما بقولش جاي من محله يعني؟ ما انا ممكن اقول جاي من محله ولا ايه، من اي مكان. ايوه يعني اصل يعني ليه الناس بتقول ان هو محله زمالك ميتلاند اهلي صح؟ ومش ده الترتيب الطبيعي؟ دي محطات اللي هو دي محطات عليها يعني. قصه مع كامل احترامي لكل الاسماء الثانيه في الاهلي دايما غير ده حقيقي. انت في الاهلي مطالب بحاجات ما كنتش مطالب بيها في اي نادي تاني. انت في الاهلي بتلعب عدد مباريات في السيزون واحد ما لعبتوش في اي نادي في حياتك. انت في الاهلي بتواجه منافسين ما شفتهمش ومش هتشوفهم بره النادي الاهلي. ده حقيقي. مش دي الحقيقه؟ ده حقيقي. انا خلي بالك انا كنت لا انا بقلل من حد ولا بنادي، بدي الاهلي اكبر من حجمه، بس ده اللي هيقابله اي بس دي مش امام بس، رضا سليم، مودست. مش مودست جاي من المانيا كان هيلعب كاس عالم انديه؟ ما كانش هيلعب كاس عالم انديه. فحجم الماتشات ده طبيعي، انت بتلعب عدد ماتشات ومستوى منافسه في الاهلي غير اي نادي تاني. انا كنت قلت جمله كده على امام، قلت ان امام محتاج الاهلي والاهلي كان محتاج امام. امام محتاج يتبروز، محتاج تيشيرت النادي الاهلي، محتاج جمهور النادي الاهلي، محتاج يحتك بالمنافسات اللي بيروحها النادي الاهلي سنويا. طيب. كاس عالم انديه سنويا، نهائي دوري الابطال. طب انت راضي عن امام دلوقتي؟ باذن الله ربنا بس يحفظه من الاصابات. اتفرج على امام ده في كاس العالم للانديه ان شاء الله باذن الله لو كان سليم معافى يعني، هتلاقي ان مستوى امام اللي هيجيبه في بطوله زي بطوله كاس العالم حاجه تانية خالص غير اللي انت بتشوفه دلوقتي. ده حقيقه. نفس الامر ينطبق على كل لعيبه الاهلي مش بس على امام، لكن بتكلم على امام لانه بعيد بقاله فتره كبيره جدا. زي كهربا مثلا، كهربا السنه اللي فاتت كان جاي من بعيد، كان تقريبا في ناس ممكن تقول لك كهربا مبطل كوره، ودخل واحده في الثانيه مفنش هداف الاهلي السنه اللي فاتت في افريقيا وفي هي الفكره بس انه الاهلي دايما غير. لا ولا الاهلي غير يعني، انا عشان اكون امين الاهلي غير، وزي ما قلت لك هو امام كان محتاج حد او نادي ينوره، ومفيش حد هينور اي امكانيات عند اي لاعب غير النادي الاهلي. يمكن زي ما ذكرت ابو تريكا قبل ما يجي النادي الاهلي كان لاعب كويس، وائل جمعه كان لاعب كويس، ولكن فنش ازاي؟ هي دي النتيجه اللي هتحصل. ودي مرتبطه باللعيب برضه، مرتبطه باللعيب وشخصيته وقدراته الفنيه وعقليته، وهو عارف انه بالزبط. مش جاي الاهلي نهايه المشوار، انا جاي الاهلي ابتدي مشوار جديد. ده حقيقه. فهي دي الفكره، ان امام كان محتاج النادي الاهلي عشان ينوره، وامام عنده امكانيات كويسه تقدر تخليه في النخبه. عموما ايه اللي محتاجينه سريعا بقى؟ ايه اللي في الثلاث ماتشات اللي جايين محتاجين نشتغل عليه؟ هل محتاج تشوف روتيشن كتير بحيث انك تبقى مجهز اكبر قدر من اللعيبه، ولا محتاج تحافظ على ثبات التشكيل؟ رايك في دكه الاهلي وتاثيرها في تغيير يعني احداث مباريات او نتيجه ماتشات؟ لا هو الحاجات اللي انا اتمنى تحصل الفتره اللي جايه هو ان مارسيل كولر يثبت التشكيل عشان حته الانسجام، وان فريق معين يوصل للبيك فورم. اعتقد ان لسه بدري قوي على فكره ان احنا نقول نريح والروتيشن والكلام ده كله. لما تدخل هي مش قصه تريح بس، هي قصه تجهيز كمان وتجهيز. انت محتاج تشرك عناصر، مش بس عشان تريح عناصر، لكن عشان تجهز العناصر اللي ما بتشتركش على الاقل. على الاقل حتى الاسامي اللي بتشارك بشكل اساسي هم اللي يلعبوا مع بعض بشكل مباشر. صحيح. زي السكواد اللي كان بيلعب. حته البودره والبنش، اعتقد النادي الاهلي هو عنده اقوى بنش تقريبا من ساعه
من اخر 10 سنين مثلا من ساعه ايام الجيل الذهبي. البنش كمان بينزل يغير في النتيجه. الماتش اللي فات الاهلي نزل سجل احمد عبد القادر اللي هو امبارح. الماتش اللي قبله كريم فؤاد واحمد عبد القادر اللي عمل له اسيست وكان 10 لعيبه مشاركين في الهدف، كان هدف جماعي كويس جدا. فالدنيا في الاهلي ماشيه على ما يرام حتى الان. صحيح لسه ما وصلناش للمستوى اللي فنشنا بيه السنه اللي فاتت، ولكن الاهلي مستواه والكيرف ماشي كويس ومتصاعد. مبروك الفوز، وان شاء الله في انتظار عرض اقوى فوز اكبر ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي، بما انها مباراه العوده بقى. بشكرك شكرا جزيلا حماده، شرفتنا ونورتنا حبيبي. اسعد بيك دايما في السادسه حبيبي. شكرا ليك، شكرا ليكم، كل التحيه ومبروك الفوز. وباذن الله هنتابع بقى، اعتقد بكره هيبقى راحه من التمرين، لكن من يوم الاربعاء هيكون المتابعه طبعا لينا الاخيره بالنسبه لنا في السادسه هنا لاستعدادات الاهلي لمباراه الجمعه. تقربنا اكتر، تطمنا اكتر قبل ما نروح للصعب واللي جاي، بدايه من قبل نهائي كاس مصر ومن بعده على طول السوبر ليج الافريقي. تحياتي لكم.